السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير حبايب قلبي. ايوه شباب، الفيديو هذا راح يكون عن لعبه كلاش رويال، فاتمنى ما عندكم شباب تحطون لايك او تشتركون بالقناه اذا كنتم مشتركين. فايوم شباب المقطع راح يكون اسطوري. ايوم شباب هذا الفيديو اخيرا يا شباب تحدي ضد ستريمرز، او يا شباب بمعنى ثاني هو مقلب، بس يا شباب اجيته من باب التحدي. طبعا يا شباب التحدي يعود انه اني ضده بتشكيله يعني ضعيفه، بس يا شباب انا شنو محضر له؟ اول مره راح اهجم عليه بتشكيله ضعيفه. طبعا تحياتنا، اول مره نرحب بكم اللي ما يعرف هذا اليوتيوبر ياسين جيمرز، راح احط لكم رابط بالتجربه بالدسكربشن. يعني ولد اسطوره بلعبه كلاش رويال، اسطوره بلعبه كلاش اوف كلانز، اسطوره بمحتوى اسطوره. تحياتنا له ومقدمه يعني تحيه خاصه ليشوف المقطع. مثل ما تشوفوا يا شباب هاي التشكيله الضعيفه، عود راح اهجم بها عليها اول مره، وبعدين يا شباب راح اهجم عليها بتشكيله البيكه اللي هي تشكيلتي اني، ونشوف يا شباب ردة فعله. شباب متحمس للمقطع، عفوا للمقلب. اوكي يا شباب، هاي يعني بومبر ما ادري شلون، وهذا السوالف والباندد، يعني شباب تشكيله بيض عاديه. فاوكي راح نطي هسه تحدي له، هو هسه حاليا دا ينتظر وجهز تشكيله خاصه له. تعال ماي فريند، تعال يا ياسين، تعال يا ورع. طبعا يا شباب هاي جيم يعني شلون ما كان تصديقي، بالمناسبه يعني هو ولد قوي يعني يجلد، ف يعني راح تشوفون كميه جلد هنا اسطوريه. تحياتنا له. اوكي حلو، لعبه حلوه ما شاء الله العظيم. اوكي حلو، طبعا التشكيله متفق عليها انه بس اوكي كفو. زين هو لعب الايس جولم من هاي الجهه، لك عاش الباندت اسطوره، لك كفو يا الباندت. اوكي جيجي كفو كفو كفو، اداء جميل يا مستر ياسين. اوكي حلو شباب، شكلك واحد راح يندعس اليوم. اوكي يجي ايس جولم، موت يا ورق. اوكي جيجي كفو. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون قبالكم حاليا المباراة مشتعلة، والولد يعني معرق تعريق اسطوري. اخ اليوم راح تنسحل مقلب اسطوري، يعني اليوم جلد. اوكي طبعا هاي مباراة شو ما راح اسرحها لكم، راح نبلش بالمقلب. اوكي تعال ماي فريند، تعال عاد الجولة واحدة يا ولد، ونبلش المقلب مالتنا الجميل البيوتيفول. فتعال ماي فريند، تعال يا صديقي الصدوق. طبعا هنا التشكيلة مالتنا راح نحاول نضيف عليها اضافات. يا ترى شو نضيف؟ دقيقة عندي فكرة. تعال ماي فريند. اوكي طبعا صراحة التشكيلة مالتنا هي نفسها اللي اتفقنا عليها، تعرفوها انتو. تشكيلة هاي التشكيلة يا شباب شوفوها، معروفة يا ولد معروفة. تعال ياسين، تعال يا صديقي. شباب على البث الحي، على البث المباشر، ياسين جيمرز ينسحل على يدي انا. تعال ماي فريند. اوكي جاهز للسحل. اوكي تعال تعال صديقي تعال، العب العب. اوكي حلو حلو. ها شباب نسيت عندي ساحر، او ماي جاد يا شباب ما هذا. اوكي تعال يا ولد تعال. مسكين ربي. شباب غشيت، اوكي صحيح غشيت، بس مستحيل اخسر.
لا للخسارة. أوكي. يحاول أن يغدر، هذا جميل. طبعا يا شباب الولد كلش يلعب لعب حلو، يعني بالرغم من الغدر شوفوا شباب شلون يعني قدر إدارة حزمه. اوكي جيجي لا تبكي يا صغيري لا تبكي، كلنا على هذا الطريق، عليك ان لا تثق باحدنا ابدا. تعلموا يا شباب اذا واحد يجيك بكلاش شويه بتحدى كن حتى الضمان 100% انه ما راح يتحدى صحيح. فاش الغدر جميل، الغدر ما اعرف ليش حسنا حلو. انزل يا البيكي الورع شباب، جماهير ياسين، ياسين كيمرز يندعس الان على الاونلاين شباب، يندعس البيكي يصب الفرج. اوكي انظروا كيف يندعس، انظروا يا شباب كيف يندعس هذا ال تحياتنا لا. انظروا كيف يندعس على الاونلاين، والله كفو، قول له شباب والله شباب محترف، تحية خاصة على احتراف، تحية خاصة على الدفاع الجميل، لك عاش. بس يا شباب المهم جلدته. اوكي والله شباب، والله شباب والله قوي، راح اسوي برج مستحيل. والله ما ادري ايش اقول صراحة، يعني هجوم على مراوغة على دفاع فتشي راقي، ما ادري ايش اقول، بس كفو عليك شباب نقدر. وين لعبنا؟ عشان نقدر يا عبد المير يقول على البرج. اوكي كفو شباب، تعال يا ياسين ماي فريند، تعال ياسين، لدي كلام كثير اليك يا صديقي، لقد اخذتك منذ ان رايتك والان ساغيرك اللوك. تعال ياسين اتحداك توقف الجيش شباب، اذا وقفه هسه مستعد اروح اخسر روحي بالاونلاين، اذا وقف هذا الجيش اي دقيقه شباب، اذا وقف هذا الجيش مستعد اروح اخسر روحي بالاونلاين. معقول والله يا ياسين اعصابك يا ورع. اعصابك مهد علينا شويه، والله شباب والله كفو، شنو هذا اسطوره تقعون برج. اوكي تمام تمام استوب، وقف الجيش يعني شنو راح اخسر روح؟ لا ما في حل سؤال، انا بس نفسي سابقه طب الليكا. اوكي تعال يا ياسين، اتوقع هاي دمرتني طبعا، ما تموت قد بيض، تخيلوا نطلع تعادل، تخيلوا نطلع تعادل يا شباب، وات مستحيل. تخيلوا نطلع تعادل، ويلي يا شباب اخي احترام، عينان يقول لك الاحترام يا اخي، ما اعرف شكل طبعا، تحية خاصة تقدير الاحترام يا الملك الكبير دائما ياسين جايمرز، ما شاء الله عليه، طبعا انا لا احب، وانا صراحة انا ابد ما احب الغدر نهائيا يا شباب، انا اكثر شيء اكرهه هو الغدر، يعني شباب هذا شيء جميل، اكثر شيء اكرهه هو الغدر باللعبة كلاش رويال، بس تدوني يا شباب قوي، قويلي كفو والله يا شباب كفو صراحة، تحية خاصة كفو، أسطورة يا أخي أسطورة، تصفيق جماهير سين جيمرز، عندكم ما شاء الله ملك أسطورة بلعبة كلاش رويال، تحياتي لك أسطورة. أوكي يا شباب، وها هي شباب نتائج الغدر. اخ ما رهم المقلب، بس يا شباب المفاجأة انه انصدم ديم. اخ كفو خلينا نسأل شباب ايش كان شعوره من لعبت للبيك.
واحنا متفقين على الهجمه مال السايكل. اخ يا شباب. كفو يا شباب. طبعا يا شباب وصلنا لهي الحلقه، احط لكم رابط قناه الولد جوا بالدسكربشن، اذا تحبون تروحون تشتركون بيها روحوا اشتركوا بيها. يعني ولد اسطوره بلعبه كلاش رويال، ينشر على كلاش اوف كلانس، محتوى كلش حلو، روحوا اشتركوا بقناته يا شباب. وبس كان ياكم اخوكم زيد، لا تنسونا باللايك والاشتراك وبس. بيس. نفسي شباب شلون فاتتني الشغلة؟ لا شباب اللحظة الحاسمة. اوكي يا شباب، طبعا راح اخسر نفسي جولة واحدة فقط، لان صراحة غدرت بالجولة الثانية. يعني لو خاسر هاي الجولة بتشكيلتي هاي العادية لا يحتاج. اوكي روح. اوكي يا شباب، طبعا تحية احترام الكبير ياسين. اوكي انه ينظر الي، لا مستحيل. اوكي شباب طبعا لاعب محترف ما اعرف شيء. اوه شباب بعد ميجا نايت يا لبيك. شباب شنو هاللعب هذا يا اخي، كلهم محترفين هذا السيزون ويلي. انظر. اوكي شباب جي جي 30 كاس، وات كمان مين شباب 30 كاس؟ لا لا 30 كاس 30 كاس. شباب مستحيل. اوكي شباب هسه وصلت هاي الحلقة، ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، لا تنسون تشتركون بالقناة، رابط الولد تلقون رابط قناة الولد تلقوها جوا بالدسكربشن وبس. مع السلامة.